الجايه بخير والعالم المسلم اجمع بخير، وان شاء الله دايما كده نقيم صلاتنا واعيادنا في ارضنا وفي بلادنا، وامه الاسلام دايما منصوره ومرفوعه، وان شاء الله عن قريب النصر قريبه، والفرحه للشهداء لاهالي الشهداء وللمعتقلين ان شاء الله تكون قريبه باذن الله. وربنا يا رب يعم الخير والفرحه على امه اسلاميه، وكل عام وانتم بخير.